بدي عايد الجميع بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك، وبتمنى صحة سعيدة وأيام حلوة كتير بهذا الشهر الفضيل. خلونا نحكي اليوم بهذه المناسبة عن فوائد الرياضة بشهر رمضان المبارك. الرياضة لها كتير أهمية بهذا الشهر. كثير منا بقول لا أنا صايم وعطش بشوع كذا، ما في اركض، ما في أعمل رياضة، ما في أعمل شيء، هون الغلط الكبير. إمتى لازم تعمل رياضة برمضان؟ برمضان لازم تعمل رياضة، لازم بالأحرى تخلص رياضة قبل بساعة من الإفطار لحتى يكون جسمك أخذ الرياضة اللازمة والصحة اللازمة والإفادة اللازمة من بعد الرياضة اللي عملتها، وتكون جاهز لحتى معدتك تستقبل الأكل بشكل سليم. هلا أنا شخصيا شو بعمل؟ كيف رياضتي برمضان؟ خلينا نشوف. أنا عن سيدة المهري، أنا بروح لهنيك بلش ركض من هنيك، شوف هذه المسافة كتير كبيرة، بلبق هذه المسافة كلياتها لأوصل لملعب سيدة البلدي. ملعب سيدة البلدي يلي محيطه تقريبا كيلومتر واحد، ببرمو حوالي الخمس أو ست مرات ركض وحوالي الأربع مرات مشي، خلص برجع مشي لنقطة انطلاقي، بروح على الباب خلص بحنن كذا، بعد شوي بوصل موعد الإفطار.